سنينها أما قلبي تنسيني أمرة الحب سنينها أما قلبي. إيش هالرقم الغريب هاد؟ من عبدو بالوقت؟ ألو، إيه أدري عم بحكي، من وين؟ لك علي صوتك يا أختي مشان أسمعك منيح. لك هي عم علي صوتي كل العالم سمعوني، خلص شو بدك مين؟ أنت يكون هنيك على الموعد وبتشوف شي كتير 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 بهمك. إيه، إيش داروا أسوي بهذا هذا مطعم هذا الهناء؟ ما تتأخر، لك خلص فعلت خير عم نقلك. مع السلامة. لطيف شو بقر. شكرا. ما تواخذينا. ايه بالسلامة ان شاء الله. طبعا جايين كلياتنا نستقبلك. معقول ولو؟ ايه بس مشي على مهلك لا تستعجل. ايه ماشي. الو، ليش عم تعيط؟ اه مين دوبلك؟ لك شو بدك فيه؟ اتركه. اه عم تحكي معي؟ ما عم افهم عليك. ايه ماشي يلا بنحكي. هي. اه ميدو، شو ليش لساتك بالسرير؟ قومي، انا بدي 10 دقايق بكون جاهزه. قد ايه بدك؟ ايه وانا بدي ربع ساعه بكون جاهزه. ليكي استعجلي سميحه ولبنه، ما معقول شو قلبهم بارد. يلا رح شوفهم، بس لا تضلك بسريرك. قومي. ماشي. شو برفيقتنا كأنه وشت طق بزر مخها قاعدة عم تكروت بالغرفة مع حالها معصبة شي؟ لك ايه متضايقة من طلعتنا. والله بيني وبينك معها حق، يعني أنا لو بكون محلها عن جد بتضايق، خاصة إنه أنت لما كنتي عم تحكي معها هيك عزمتيها هات إيدك والحقني، حسيتك مثل كأنه حدا عم يعزم فض عتب. لك هي شو بدك يعني أعزمها من قلبه رب؟ حبيبتي أنا ما عرفت كيف خلصت منها، تصوري لو هلا دبقتنا شو كان صار. أي والله معك حق، كان كارثة عظمى إذا بتيجي معنا. عين العقل عملتي. أنا رايحة أشوف سميحة ولبنها. إيه ماشي. لا تضلي بالسرير قومي. أي سموحة، ليه ما عم تردي؟ كأنك مالك مسيفة موبايلي. إيه عم بمزح معك، اسمعي فستاني الأسود المعرق شفتي لي إياه؟ شو عم تحكي أنتِ؟ شو بدي أجيبه على ظهر الغزانة؟ سموحة أنتِ متأكدة؟ ليكي حبيبتي إذا مانك متأكدة قولي لي، لأنه تنزيلة الشنطة كتير صعبة علي. طيب خلص. إيه شفتوها أنتو؟ شو صار معكن؟ ماشي. إيه لحظة لأشوف. خليكي معي. استني عم شوف. إيه شو هالغبرة؟ مليان غبرة. استني. طيب إذا بدك شي حاكيني. إيه ليكي سموحة روحي تنزيلتها صعبة. روحي الله يسامحك. باي. ماشي يلا باي. بس ما تكوني زلقتي لك بشي كلمة. لا معقولة أنتي؟ بس أنا قلت لها إنه نحن على الطريق. يعني وين بدي يكون لهلأ؟ ساعة صارت ثلاثة. من نص ساعة حكاني وقال لي إنه بمدخل الشام. طب رجعي دقي له مرة تانية شوفي شو صار معه. ما في داعي هلا بيجي. يا كحتوتة، خايفة تخسري مكالمة؟ شو مهضومة. طب فوتي لجوا اسألي بالريسبشن، بلكي واصل هو قبلنا وطلع على غرفته. حبيبتي لو وصل كان حاكاني. انتي ليش بصلتك محروقة؟ مرحبا يا صبايا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، آسف على التأخير. ما في مشكلة، رح أعرفك على الصبايا. ليلى بتعرفها؟ ايه مزبوط، التقينا المرة الماضية بالشام. مزبوط. سميحة طالبة حقوق وساكنة معنا. أهلا وسهلا، تشرفنا. لبنى السريعة دربة رياض وكمان ساكنة معنا. حبيب قلبي. شو وين نور؟ نور مثل ما بتعرف. مفهوم.
مرة تانية برجع بعتذر عن التأخير. فرصة سعيدة صبايا، بس صار معي مشكلة صغيرة بسيطة. إن شاء الله بس ما يكون في شيء لا سمح الله. شغلة صغيرة ما أنا محرزة. طيب على كل الأحوال راح أحجز غرفة وأرجع لعندكم، ما راح طول. ها شو ظريفة من خالتك. كتير ظريف، الله يزرف أيامك. أنا أول ما شفته قلت نفس الجملة. وليش هيك عم تحكي؟ عازم شو ظريف وبطير العقل. أي صح. مرتبط؟ وليش عم تسألي؟ لك تضربي إن شاء الله، عم نسأل سؤال عادي لا يروح فكرك لبعيد. تقبشيني لا تهزي بدنك على الفاضي، لأنه لما بتعرفي جد ما رح يهمك تعرفي الجواب. أيوة. أي أستاذي، لا لا ولا يهمك. أي ساعة رح توصلوا؟ سلامات، يعطيكم العافية. بس أهم شيء ما تتأخروا مشان ما يروح الحجز. يا ريت ترك السيارة مفتوحة، كنا قعدنا فيه أحسن من النطرة هون. ليش كنا قعدنا جوا مو أحسن؟ ما قلك جاي ثواني. جايتنا كلياتها لهون أساساً بلا طعم. هذا بدل ما تقولي كتر خيره يلي إجا عالشام كرمالنا، أقل منا نستقبله ونغديه بشي مطعم. قال يعني كتير رح ينقل من قيمته من مقداره إذا ما كان وفد التشريف كلياته ناطره وعم يستناه ومكتمل النصاب. لك بس بس بقى، أنتو التنتين خلصنا، ما بدنا مشاكل. يوم بالذات ما بدنا مشاكل. ميديا كأن ابن خالتك بيشتغل ممثل، ما بعرف حاسة حالي شايفته قبل هلا. لا حبيبتي، أنا الممثلة الوحيدة بالعيلة. بس بتعرفي ديانو لو كان بيشتغل ممثل كان حرق كل النجوم. شو بكون؟ والله مو كأنه بيشبه جون كلون. ما اسمه جون كلون، أول شيء اسمه جورج كلوني، تاني شيء يعني ما بعرف شو جاب لجاب. طبعا شو جاب لجاب، عاصم ابن خالتي أحلى. ميديا مين هذا جورج كلوني؟ احكي لي عنه شوي لبين ما يطلع ابن خالتي. يعطيك العافية حبيبي. دقيقة شوي. عفوا مسيو، ما في غرف فاضي بنوم، اسفي. نزل لي هالبطيخة من ايدك واحترم العالم. شلون ما في غرف فاضي؟ وين بروح حالي انا؟ بعتذر منك استاذ، بس هلا موسم. يا ريتك لو عامل حجز مسبق لانه علينا ضغط وعشاء. اطلع من هالبواب، هالقصص بعرفها كثير منيح. بكون في عندكم غرف اضافية ريزيرف مشان لما يجيك شي زبون مرتب بيطلع لك اضافة، بيطلع لك شغلة برانية. طلع الغرفة احسن ما اعمل لك مشكلة الاول ما لاخرها. عفوا استاذ، بس لا تبسبس لي وتعمل لي قصص. عم بقول لك بدي غرفة، مو حيلا غرفة، غرفة يكون أحلى إطلالة لها. يلا اطلع بالغرفة. طيب ماشي، طول بالك. ممكن تعطيني هويتك بالله؟ بركي بقدر ساعدك. شرف. من مواليد الأدية حضرتك؟ محل إقامة وين؟ حمص. ليكون ما عجبك، عم تتمسخر يعني؟ لا لا أبداً، عفواً أستاذ، بس يعني ذكرت حمص واليوم الأربعاء بتعرف ذكرت نكتة على حماصني. ولا لا تتمسخر، بتمسخر على 60 واحد من نمرتك. ترى قسماً بالله بعملك عبرة لكل عمال ريسبشن بالوطن العربي، وإذا ما بعملك هيك ما بيكون اسمي عاصم سعفان. لك زين، وين فاكر حالك؟ ولا بتخرس عمك منيحة. شيل إيدك لك. شرف شرف شرف. وين؟ يلا زدوا برا. إيدك فاوزك، بعد إيدك هيك. أنا برجيكم إذا ما خليكم تندموا، والله إذا سكرتكم أوتيل وإذا ما تذكروا ما بكون عاصم سعفان. روح إيدك وما تعطي العمى. شو هاد؟ آسف كثير صبايا على التأخير، بس صار مشكلة بسيطة بيني وبين عمار ريسبشن. تفضلوا نروح على شيء أوتيل محترم بيحترم نفسه أفضل من هالأوتيل. تفضلوا. والله لا كسر راسه لهالكربجي، ناله يصلحها مكان. منيحة؟ ها؟ ها؟ بلا هالحركات، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. أنا في كذا بدك تقعدي ورا. إي لا تفكري كثير. أكيد ما بدك مساعدة؟ ما تستحي مني، أنا مو غريبة طول عمري بساعدك. لا حبيبتي ما بدي إياك تساعديني، بتعرفيني بحب أدب أوعية لحالي مشان أعرف وين حاطة كل قطعة. مثل ما بدك. يه عن جد مو معقول نونو؟ لك يا الله ليكي، قديه كان جسمك حلو وكنتي نحيفة، ليش هيك نافشة كل هالنفشة؟ هزار، هي مو كنزتي، هي كنزة لعبة كانت عندي. عم قول لحالي ما معقول تكوني نفشتي كل هالنفشه بالمده القصيره، يعني صايره مثل البطيخه. بس نيالا، عن جد نيالا هاللعبه شو كانت نحيفه بزماناتها مثل عارضات الازياء. وحلوين البنات طلعوا من الصبح راحوا يزوروا رفيقه ميديا، قال المسكينه تعبانه كثير وما لها حدا بالشام. مثل العاده دائما عندهم حجاج، ما
مو حرام يتركوكي هيك لحالك بين اربع حيطان؟ ليش ما اخذوكي معهم؟ هزار انا ما رضيت روح معهم اساسا. انا اليوم فايقه هيك معكره وما جا بالي روح لمحل، بدي ضل قاعده بالبيت. يعني بفهم من حكيك انه انت اليوم بيتوتيه مو طالعه لمحل؟ ايه اكيد اكيد. ايه اكيد اكيد ماني طالعه لمحل، ليش عم تسالي؟ لا يعني بس عم بتاكد. طيب طالما ما بدك يعني ساعدك وانت قاعده بالبيت ومانك متحركه لمحل، انا لازم اروح. بدك شيء؟ هزوره لوين رايحه؟ خليكي قاعده معي. لا خلص لازم امشي، عندي 100 شغله، شغل فوق راسي وتاخرت كمان. هاي اكلنا وشبعنا، باي. غريبه مالها بالعاده. قلتك رح يلاقي حجز بهالاوتيل؟ الو؟ ايه هزار لكن مين؟ وينك وينك يعني؟ ايه طبعا وصلت لي اكثر من ساعه كمان. كل العالم قاعده عم تطلع فيني، قاعده لحالي بنت. ايه هذا اللي عم يبعث لي مدري شو بالبلوتوس عن جد ضجت. يلا بليز ما تتاخر. ها بتعرف يعني شو بنت لحالها تنتظر. اوكي باي. وهي طرقناها من مية من أولها. فاضي. أهلا وسهلا، شو بتحبي تشربي؟ باخذ شرحات مطفاية وبدي كاسة كيوي فريش بليز. أهلا وسهلا، تكرم عيني. أهلين. طع عمرون على هيك أوتيلات زبالة. بدي سكروا هالأوتيل، إذا ما بسكروا ما بكون عازم سعفان. شو ما مش الحال؟ ما مشي الحال، بسيطة. على كل في واحد هون رفيقي عنده أوتيل، أكيد حيأمن لي غرفة. زبالة نور. مو معقول الغبرة، يعني إذا أنا ما نظفت ما حدا بيسأل. وقتك كمان منيح تذكرتني. شو عم بعمل؟ ألو. أهلين وائل. إيه بالبيت طبعاً، وين بدي يكون؟ لا مو لازمني شي، ليش عم تسأل؟ باي؟ هلا متصل بس مشان تقلي هالكلمتين؟ وائل ماني معصبة. طيب خلص إذا مشغول روح، يلا باي. أنا يوم عن يوم عم أتأكد إنه كل البنات بنص عقل وبدون استثناء كمان. في استثناء بس مزبوط حكيك. ليش وقعت لها؟ ما قالت لي شيء، بس باين عليها إنها متضايقة وكثير مطموزة. لسه ما شافت شيء. والله والله لخليها تمشي بالشارع ما تعرف اسمها، إذا ما بجيب لها الجلطة أنا ما بيكون اسمي هزار. لك شو عم تحكي أنتِ؟ بعيد الشر عن قلبها، والله إذا بصير لها شيء بموت. شبك؟ شبك خفت وحن قلبك؟ عم نقول مجازاً مجازاً. اساسا خطيبتك هي اللي بتجيب الجلطه لكل البلد وما بيصير لها شيء. ولا ما بتعرف؟ المهم هلا امتى بدك يعني ننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها؟ الساعه 6 بالضبط. معناتها ما عاد عندي وقت كثير. ها انا لازم احكي مع البنات كمان. اتصل شو ناطر؟ يا لطيف ما ابرد قلبك، لازم اقول لك يعني؟ الو؟ ايه ميديا؟ طمنيني شو صار معكم؟ شو؟ هلا بكل اوتيلات الشام ما عم يلاقي حجز؟ وائل معقول ما عم يلاقي غرفة؟ اعصابك طول بالك. اسمعي ميديا هيك ما بيمشي الحال. مشان صحتك خلاص دبري غرفة. طيب ماشي 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 يلا بخبريني شو بصير معكم. خلص اهم شيء صحتك انت. دوم الله معي. ادري ليش واقف عندك؟ تعال اقعد معنا. تفضل استاذ ادري. شيشاء ولا وفرط المعلاق. شو؟ وبا شو
شو بو هذا قلم خلقته ومشي؟ ما بعرف، بجوز ها بجوز غار انه شافنا هيك لحالنا قاعدين. غار؟ لك ليروح يخبر نور هاد. وائل؟ لك وائل؟ يخرب بيته راح بدون ما يدفع الحساب. الله يوفقك، لا انت ولا نور. لك يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. ما قلت لكم شكله ما مشي لحاله. لكن الحق علي انا اللي بعمل خير مع العالم، فعلا بعمل خير للاجل. العمى العالم العمى العمى. شو ما مشي الحال وحكيت مع رفيقك هذا تبع الاوتيل؟ مشي الحال، ولو ما كنت قد حالي ما كان اعطاني غرفه ابن الحرام، على الان بزماناتي علقه غير شكل كرماله. ايه منيح، لكن خلونا نروح ناكل بشي قرنة مشان اللحية. كثير آسف صبايا أنا أخرتكم، ما تواخذوني. العمى العمى على العالم الزبالة العمى. بدك تدق يا استاذ وائل؟ ماشي لا تدقها اساسا انا ما بدي اياك تدق خليني هيك مو حدا سائل فيني ومنبوذه لحالي بسيطه وليكن ورجعوا شوف استاذ وائل انت شب كويس وحليوه ما حكينا شيء بس طلع فيني انت لك حركات هيك 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 ما كويسه طاول ها بعدين انا شفتك بعيني هاي اللي بدي اياك للدود ما حدا قال لي ايش نسيت اللي سويته مع سكرتيرتك اللي ما بتتسمى استاذ فلنفترض كل حكيك مزبوط انا واحد هيك لك يا اخي انا شب سرسري ابن شوارع شو دخلك بحياتي ليش عم تدحوش بعمري بعدين تعال هون انت من وين لوين عم تدق على باب بيت خطيبتي وبدك تحكي لها فيني افهم ايش الحكي يا الاس نور من حقها تعرف بعدين هي رفيقتها لبنت جيراننا سميحه ايه والله والله ما تعرف خالته فريده انه انا دريت بالقصه وما تدخلت مشانها والله لا تزعل ميكي بعدين البنت كويسه ليش هيك عم تسوي فيها وطي صوتك وطي صوتك يا حبيبي يا عيوني عم تفهم عليش انت بتفهم عربي ايه بفهم عربي انا وعدت المخلوقه بس بدي اطلب منها خدمه ما في اكثر من هيك ايوه بكل عين وقحة اولى انت وعدت للمخلوقه انا قلت لك شيء بكل جاره ولك عيب عليك عيب عليك هي البنت هزار بنت مستوره مو حرام عليك لك انت ما بتستي على حالك ولك عيب لك وطي هو عليك تسرسري لك وطي صوتك خلص بقى والله الواحد بده يسولف تيسولف مو بس اكل علي نص العداد يا ريت نزل ومسح بين الاراضي صار يبهدلني شو بدك تسولفك يا خان انت تسولفك شغلتنا الواحد بشوف فيها شغلات يا لطيف اسمعي اسمعي هاي القصه يرحم ابوك هذا بزماناتي يا بنت الحلال نازل بنزله الجسر الابيض وصارت لك معي شغله ابت الدوره فصل ماله اخو يا باي العمى لك فوق ما طلب مني ساعده هذا سيد وائل كمان عم يخليني ادفع الحساب خرب بيته والله عيب عليه لازم افتح سيرة مع نور على هالقصة ما بيصير خليها تعرف انه خطيبة بخيل ومأنشح العمى شو بده بهيك واحد جربان
والله يا مرحومة البي وطلبت أوصلها على الحجر الأسود، تعرفي الحجر الأسود؟ بعض الطابة دغري. قال شو؟ وما معه غير 50 ورقة. الله يلغض الشيطان. ومو بس هيك، قال 50 ورقة وبس، يا ريت وقفت على 50، قعدت تتشرب. فوتني من هاي الدخلة، طلعني من هاي الحارة، شو بخوث خوث؟ يرحم أبوك أنت أنت ها؟ تكوني مطرحي، شو كنت بتساوي؟ حلفتش بالله. دقيقة دقيقة، الصف على اليمين الله يوفقك. بدي أحكي مع أم محمد. سمع لو كنا شيء مخالفة. لحظة لحظة لحظة، أها، هذا السايب مو شايف الإشارة يعني؟ نحن قاعدين نغمز لك يا حبوبي، خذ دغري. أيوه، لا تاخذينا يا حب أبوي. دقيقة. أم محمد، شلونك؟ عمي العيو أخذ راحته كمان. أحسن شيء الواحد ينزل ويروح مشي. ها؟ خلص خلص بس اخلص شغل باجي لك دخيل ربك على راسي ابو محمد مع السلامه الله معك مع السلامه الله عليك يا ابو محمد اي اختي وين مشوارك؟ اي وين راحت هاي السايبه؟ 25 ورقه؟ والله مثلك مثل غيرك يلا نروح عند ابو محمد لعاد بسم الله وين قلعت هاي؟ قلت لها الاسم قالت لي سوسو قلت لها خدش قالت لي بوسو قلت لها بيش قالت لي دوسو قلت لها امك قالت حانونا اخلع اطلع يلا ميل ها 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 لك شو مجنون انت لك معقول يفكرني عم لك هي هزار يا زلمه لك ايش دب لحتى اطلع وحده مثل هزار لك هي هزار انت بتعرف عن مين عم بحكي اي والله اذا طلع فيها تطليعه من محلها بتقلع لي عيوني بعدين غير انه وحده مربايه وبنت عالم وناس هي من اعز اصدقائها لنور وما حدا بيصون السحبه مثل الغالي هزار لك انت الغالي يا وائل انت ونور الغاليين وحياتك ايه انت هون هزار؟ ايه ايه هزار عن جد انك صديق وفي انت كثير يا وائل انت ونور ما في منكم ويعني مشان انه لانك شفتنا بالمطعم قدري يعني فيك تطمن نحن كنا قاعدين بالمطعم انا ووائل لانه كنا عم نتفق على شغله كثير 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 مهمه كنا عم نتفق يا سيدي على شو اصدقاء ما اصدقاء يا هزار والله اغلى من الاصدقاء اي وحياتي اغلى من اختي علي ايه سيدي هات لاشوف احكي لي ايش كنت عم تتفق انت واختك هزار يا اما هلا بروح انا لعند اختي نور وبقول لها ايش كنتوا عم بتساووا بالمطعم ايش قلت اخي وائل؟ ولي رح موت من الجوع لحظة لا تركي 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 نزلوا نزلوا من ايديكم تركي اي نزليها قوموا شرفوا يلا يلا والله ميتين من الجوع لك امشي شو هالمطعم المسخرة قوموا يا قوموا قومي يلا تركي من ايدك عم تاكلي زقيها زقيها يلا طيها هون يلا قوموا يلا يلا صبيحة تفضلوا 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 مطعم مسخرة تفضلوا العمى بقلبهم كل اللي طلبناه شقفة لحمة مستوية ويل دان جايبين لنا شقفة لحمة يا دوب هيك شامة ريحة النار قسما بالله لو ما كنتوا معي كنت طربقت المطعم فوق راسهم بس قلت يا ولد عيب معك صبايا اي تسلمني على ضبط الاعصاب اللي عندك هلا المهم شو بدنا نساوي انا ما عاد فيني استحمل اكثر من هيك ما تاكلي هم تكرم عيونكم صبايا رح اخذكم على احلى مطعم بالشام لك ايه يا حيوان لك مالك شايف يا زمان لك شو مالك طاسس مالك شايف ما في عندك مرايه بالسياره طلع انه في ناس ماشي خلاص ست حلقات العمل العالم بتطص الناس بتتفرج بتشوف انه في مرايه روح انت على سيارتك يمو لك شو بشو صار له اي منيح يلي هالمرة علقان مع سيارة صغيرة، المرة الماضية كان علقان مع تريلا على طريق حرستا. هو صحيح ابن خالتي عصبي شوي وبتوتر بسرعة، بس عن جد قلبه طيب كتير طيب قلبه. دخيلك. يلا يلا يا بشم، حرك روح. ما تواخذونا صبايا، حيوان بده تأديب. ايه ما بدك كل هالقد، كنت رجع لورا شوي كان بتخلص معك. مظبوط بس رغم هيك حيوان وبده تكسير راس خلص طول بالك
هلا صار اسمه بيت. الو. اهلا. ايه انا نور. حضرتك بتكوني خطيبته لوائل الشماع؟ ايه انا خطيبته. ايه اسمعي لقلك، خطيبك عمل حادث، طرقته سياره ونقلوه لعنا على المستشفى. شو؟ ان شاء الله مو صاير له شيء؟ لا لا ما في شيء، يعني حالته الحمد لله مستقره. ايه الحمد لله. طمنيني هلا كيف صار؟ نحن هون بالمستشفى عم ندعي له انه ان شاء الله اذا فاق من هي الكوما الغيبوبه يعني الله بينفده. ماشي. انت شو عم تحكي؟ ايه ما تاكلي هملك. لا لا ما تبكي ما تخافي. طيب طيب انو مشفى؟ يلا سجلي العنوان على السريع. بالله يعني تفاجأت كتير؟ بس اوعك هزار تكون حسيت بشي. ها يسلموا ايديكي. لا اكيد ما رح لاقي اكذب منك بالدنيا كلها. يلا يسلموا. باي باي باي. اهلا ميديا. ايه مشي الحال بخصوص نور؟ هزار تكفلت بالموضوع كله. يعني اكيد طلعت من البيت؟ خلص خلص انت ما يكلفكر. ماشي ماشي يلا باي. شو مشي الحال؟ كله تمام. صبايا كرمال الله ما تبخزونا على اللي صار. حقكن علي. رح يختفي صوتك يا عاصم على قد ما عيطت. انت لازم تهدي حالك. بتعرفيني من طول عمري عصبي، وعلى فكرة هلا مهدي كتير. تذكري كيف كنت. ما تاكلوا همي. عال العال. على فكرة في شاب واقف هونيك وقاعد عم يطلع علينا صار له شوي. حاسة كأني بعرف شكله بس وين وين ماني متذكرة وين. لحظة لحظة، مين عم يطلع وأنا موجود؟ مين اللي عم يطلع؟ بركي بدي شيل عيونه. أنا واحد هاد؟ لا ليكو واقف جنب الشجرة. هذا اللي مثل الطنطات؟ ايه. طيب. برافو عليكي لبنى خانم، ناقصنا مشكلة جديدة. شعرات إذا بتريد. بدي أشيل لك إياهم لهدول شعرات. سشوار سشوار. سشوار، زين لتحت ولا؟ زين. لك هذا سامي. مين سامي هذا؟ لك أخوه لرغد ما عرفتوه؟ لك هذا خوفناه من الصرصور. عاصي؟ امسكي امسكي. أنا عم أقول لحالي وين شايفته؟ لك إيه والله هاد سامي. انزل ولا انزل عم بالله. اذا بتريد انزل بتريد والله العظيم. لك عاصم اتركه. شو بدك فيه؟ لك مو هذا اللي كان عم بسبس عليكم؟ لك لا ما كان عم يبسبس علينا. لك اتركه اتركه. اذا بتريد اكيد. والله يا استاذ ما بسبست ابدا. بجوز بس 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 بوسه واحده بس. صدقني صدقني بس بوستين يمكن ثلاثه بالكثير. اذا بتريد اذا بتريد. لك سشوار سشوار. انا اسف بكل الاحوال. احكي هيك من الاول احكي. اي والله طلع الدم لراسي وانا مفكرك عم تبسبس عليهم. والله انا اسف. بجوز انا سميت لك بدزناك. والله ما قصدي. بعتذر انا ومو مشكله. نزعت لي السشوار. الله يسامحك استاذه سميحه. اذا بتريدي مو في معرفه سابقه اسالك. قلي له. له شو بدي له؟ لك لطيف. لك ولا تكي. لك ولا تكي. تغيرت خرب بيتك. نظافة كأنه معزلة بيت شكلها. ممتاز وفرت علينا شغل. خلونا نبلش بسرعة. يلا يلا يلا, 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 يلا. يا الله ما في حدا اسمه وائل بالمستشفى. معقول أنا فهماني اسم المستشفى غلط؟ رد وائل. يلا رد. ليش ما عم بيرد؟ أكيد صاير شي. شو أعمل هلا؟ إيه ميديا ماشي الحال. ليه عملت دوش هلا وطلعت من الحمام؟ ما يسخني بتطير العقل. لعمل شو هاد؟ لا لا مو لإلك مو لإلك. لا لا بس هذا التكييف فوق فوق راسي. لعمل يلا هلا هلا بحكي معي. ولي ولي الو اعطيني واحد.
اعطيني واحد مشان التحكم، لك مشان جهاز التحكم تبع المكيف. ما في غيرك وما فيك تبعت حدا. ولك ابي حفظ اسمعوا، لا اذا ما بتبعت لي واحد هلا يصلح لي اياه او يزبط لي اياه او يجيب لي الليل هذا، ما بتلوم غير نفسك. ها ولك انت ما بتعرف مين عم تحكي، ولك انا عاصم سعفان. طيب هلا بورجيك، خليك عم تعيط. جايك جايك جايك، لك خلاص ولا لا؟ طيب هلا بورجيك. يعني حلوة هيك؟ عيد ميلادي وما أكون مجهزة حالي؟ يعني شلون بدنا ننبهك لتجهزي حالك؟ هي اسمها مفاجأة. بعدين إذا بدك الفكرة كلها عطا فكرة وائل. إيه بس أنتوا ساعدتوك، أنتوا عارفانين الطبخة كليات. لكن كيف هذا ابن خالتها لميديا إجا من الحمص مشان يغني؟ ولا هذا كمان إجا صدفة؟ بس بدي أفهم، إمتى لحقتوا تزينوا البيت وتزبطوا كل شيء؟ أنت أول ما طلعتي نحن دغري إجينا. إيه وشو عرفكم إني طالعة؟ قصة الحادث تظبيطكم؟ سنور خطيبك فاق من الغيبوبة ومسأل عنك. والله والله انت اللي ما حد فيه من الغيبوبة. وبعدين انت التالي ما عرفت تلاقي لي اسم مشفى قريبة؟ ما بعرف شلحتني لآخر الدنيا. ليش عم جطلعك؟ انا قدفت أدفة ما بعرف انه في هيك مشفى. شو صار معكم هلا؟ هذا تبع الأورج عم يستناكم بس بده يعزف. ودخلك هذا الأورج من وين جايبتي؟ هذا جاي مع عاصم ابن خالتي من حمص، هذا تبع فرقته. طيب يلا بنات اسمكم مظبطين كل شغله، تعالوا ظبطوا لي لبسي. شو بدي البس؟ يلا تعال. سلامتك سلامتك. اخد صفيت هوا. هلا في عندك شيء هيك
أكثر؟ أوكي يلا سوق لك. أيوة يلا يا ابن الحلال ودك عيني الله دمعت ليالي وتنساني وبعدين معاك يا ابن الحلال جوعي مليني دايما في بالي وخيالي وبعدين معاك ويلا وأيوة ولفوق وكمان ويلا يا عاصم والله شو هو صحيح عصبي شوي بس يعني قلبه كتير كتير طيب دخيلك انت مش نهرب او مش طيب على مهلك على مهلك ليه عم تزمر تعال هلك ليش عم تزمر تعال تعال زمر لانه بدي بنزين اي ما في بنزين ما في بنزين لا. شو بعمل بحالي انا ماشي سيارة على الهواء بعملها على كتافي بروح فيها على حمص ليش لا كلها لحشة حجار ولك عم تتمسخر علي ولا لك لا تضرب بدي كسر لك لا تضرب فاضية تضرب بنك لفادي شو بعمل لك انت وفادي لك فادية لك ليش ضربته ليش عم تضربه ما ضربته والله وكيلك مزح عم بمزح معه ما عندك روح مثل اخي صغير حقك على راسي سيد فادي حقك على راسي انت وياه شو الاسم الكريم ابرعد على راسي يا ما قال لك ما في بنزين بلا لي ما في بنزين بس انا هيك فكرته عم يمزح معي مثل هاي بمزح معه على كل الاحوال سيد راسي انا مطرب بغني بمشتى الحلو اذا حبيتوا اليوم عندي سهره عازمكم انت وابو رعد حلي يا امرك لا تواخذونا ان شاء الله حلي السلام عليكم ليش ما ضربته ما لحقت تضربه قلت حالي انت بتضربه روح ليه تضرب شو ني يا على العلقه امرك